السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على منصة رواق في لقاء جديد. أنا أخوكم محمد الرويني، مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد إتقان بمسقط. في الدورات السابقة الحمد لله رب العالمين انتهينا من دورتين سابقتين، إحداهما كانت تتحدث عن الأطر النظرية لتعليم العربية للناطقين بغيرها، وهي تصلح مدخلا للمبتدئين في هذا المجال. وفي الدورة الثانية التقينا حول إطار عملي وشرحنا فيه الجزئين الأول والثاني من المستوى الأول، أو المستوى الأول من اللسان العربي، منهاج اللسان العربي، بعدما تطرقنا إلى شرح أو النظر السريع لعدد من المناهج التعليمية. وبعون الله تعالى في هذه الدورة الثالثة سنلتقي مع الجزء الثاني أو المستوى الثاني أو المتوسط، وكذلك أيضا سنشرح اللسان العربي الجزء الثالث الرابع الخامس، وهي سلسلة للمتوسط المستوى المتوسط. طبعا من أراد أن يعرف مخرجات المستوى المبتدئ يرجع إلى الدورة حتى يعرف إلى أين وقفنا، وإن شاء الله تعالى نكمل على يعني لدينا طالب الآن انتهينا معه إلى المستوى نهاية المستوى الأول، نقفز به بعون الله تعالى في سلام وأمان إلى المستوى المتوسط، وصولا إلى بداية المستوى المتقدم بعون الله تعالى. وأنا أعتقد إن شاء الله تعالى أن الدورة تتميز بشيئين. الشيء الأول طبعا ليس مدحا في شيء، لكن الشيء الأول هو طرح جديد، يعني طرح جديد في مسائل العربية أو قضايا العربية لغير العرب. الشيء الثاني يستفيد جدا منها، يعني الاستفادة الجيدة الكاملة إن شاء الله تكون لمدرس العربية لغير العرب من النوع الذي يدرس العربية برمتها، يعني لا يدرس فقط مهارة المحادثة أو مهارة القراءة ثم يقتصر على تلك المهارات ويمارس، لا، سيستفيد منها من يعلم الطلاب الذين يعني لهم طموح مستقبلية في قراءة التراث العربي، قراءة العلوم، علوم اللغة العربية، فبرمة العربية يلتحمون من علوم البلاغة والأدب والصرف والنحو ومستوياتها وكذلك مهاراتها. بعون الله تعالى هذا المستوى سنصل بإذن الله تعالى إلى بداية المستوى المتقدم إن شاء الله تعالى. إلى هذا الحين أستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.